السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة ليبيا في كرواتيا أو رقم السفارة الليبية في كرواتيا. رقم التليفون هو 00-38-51-46-29-250. يبقى تاني، رقم سفارة ليبيا في كرواتيا أو رقم السفارة الليبية في كرواتيا 00-38-51-46-29-250. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنوا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.